أمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء يقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل لم ترسل عبثا، بل أرسلت لتطاع. ليس من حقنا أن نقبل منهم ما شئنا وأن نرفض ما شئنا، بل لزاما أن يطاع المرسلون. وقد قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال محذرا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكلام الرسل ليس ككلام غيرهم أبدا. الرسل أرسلت لتطاع، ولكن هذه الطاعة لن تكون ولن تصدر من أحد إلا بإذن الله. فالذي يوفق الخلق للطاعة هو الله سبحانه وتعالى. الذي يوفق الخلق للطاعة هو الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول إن شاء الله جميعا يوم لقاء الله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ارفعها خالص. نقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فطاعة المطيعين إنما هي من توفيق الله لهم. طاعة المطيعين لله إنما هي من توفيق الله لهم، وطاعة المطيعين لرسل الله إنما هي من توفيق الله سبحانه وتعالى لهم. كما قال عمر رضي الله عنه في مرض موته لما طعن، ودخل عليه ابن عباس يثني عليه، قال: أبشر يا أمير المؤمنين، فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، فمات وهو عنك راضي، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، فمات وهو عنك راضي، ثم صحبتنا فأحسنت صحبتنا، فأنت تموت ونحن عنك راضون. قال عمر، وهذا الشاهد: أما ما ذكرت من أني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته فمات هو عني راضي، فهذا من من الله به علي. وأما ما ذكرت من صحبتي لأبي بكر وموته هو عني راضي، فهذا أيضا من من الله به علي. ولكن الذي أخشى صحبتك وصحبة من وليت أمرهم. فالشاهد أن الطائع طاعته بإذن الله. وكما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعلينا أن نحمد الله على الطاعة، فهو توفيق من الله وفضل من الله يحتاج إلى شكر. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكل شيء يجري إنما يجري بإذن الله سبحانه. قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. إذن شرعي وإذن كوني قدري كذلك.
فلن يستطيع داع أن يدعو إلى الله إلا بإذنه، ولن يتوقف إلا بإذنه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي أهل النفاق، لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، جاءوك أي معتذرين عن ما صنعوا، غير مجادلين، غير قائلين إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فالله يعلم كذبهم. لو أنهم جاءوا معتذرين قائلين نطلب، نسأل الله أن يغفر لنا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، طلبوا من الله أن يغفر لهم، أولى لهم من الجدل وأولى لهم من الأيمان الكاذبة. فأولى لك إذا كنت مخطئا أن تقول أنا أخطأت، ولكن أن تكذب وتحلف كذبا أيضا فهو إرهاق فوق إرهاق وظلم لنفسك فوق ظلم. فبدلا من أن يقولوا ويحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أفضل أن يأتوا مستغفرين الله، يقول تبنا إلى الله، نستغفر الله مما حصل منا من ذهاب وتحاكم إلى الطاغوت. فالتمادي في الغي يولد غيا آخر. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، فجدير بالمخطئ أن يستغفر، وبالمحقوق أن يؤدي الحق لصاحبه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فباب توبته مفتوح لا يغلق، وهذا أولى من الجدل، وهذه من آيات الرجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، أننا إذا ظلمنا أنفسنا وجئنا مستغفرين غفر الله لنا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هنا أثر أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وللأسف أنه سكت عليه ولم يعلق عليه، ونرى هذا من المواطن التي لم يوفق فيها الحافظ ابن كثير في هذا الصدد، أولا لإراده الأثر لا أسانيد، ثانيا لعدم تعقيبه عليه، لأن أهل البدع استدلوا به دون ما تعقيب من الحافظ ابن كثير على هذا الأثر. الأثر فحواه أن رجلا يقال له العتبي كان جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطفق ينشد أبياتا، يقول في أبياته: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الوفاء وفيه الجود والكرم. ثم قال: يا رسول الله، ظلمت نفسي وذكرت قول ربي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فجئت مستشفعا بك إلى ربي، جئت مستشفعا بك إلى ربي. ثم انصرف يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الوفاء وفيه الجود والكرم. وانصرف. قال العتبي: فغلبتني عيناي فنمت، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا عتبي، أدرك الأعرابية
فأخبره أن الله غفر له. استدل به القائلون أننا إذا أذنبنا نذهب إلى قبر الرسول ونستطلب منه أن يستغفر يشفع لنا عند ربنا كي يغفر لنا، وحملوا الآية على ذلك، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. العتب على الحافظ ابن كثير لكونه لم ينبه على ضعف الأثر، ولم ينبه على ولم يعلق على القصة من الأصل، وهذا الكلام لا تقوم به حجة لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن هذا العتبي لا يعرف من العتبي، شخص غير معروف مجهول. ثانيا سلامة السند إليه. ثالثا أن الرؤية لا تقام بها أحكام شرعية باستثناء رؤية الأنبياء، إذا رأى النبي رؤية فهي واحد. رابعا وهو الأهم أن هذا ليس من صنيع الصحابة، لم يكن كل صحابي يذنب يذهب إلى قبر الرسول ويقول جئت مستشفيا بك إلى ربي يا رسول الله. فهذا وجه الطعن في الاستدلال بهذه القصة فضلا عن الطعن في سندها. فقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول، في حياة الرسول، أن الرسول لن يستغفر لأحد بعد موته. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في شأن عيسى وهو يقول كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والرسول يقول نفس الكلام في حديث الحوض، إنه يزاد عن حوضي كما تزاد الإبل الغريبة. قل يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال تعالى أما حديث يجدر التنبيه عليه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم، مماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، حديث ضعيف. قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أي في حياتك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم إن الله أقسم قائلا أقسم بنفسه، أقسم الله بنفسه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس فقط يحكموك، إنما لا يجدوا أيضا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو أنك ذهبت لبيت شخص مثلا تقريبا للمسألة يعني تستأذن، فقال لك ارجع، استعمل أشد الألفاظ، قال لك ارجع، ما تلطف إنما قال ارجع، وأنت كرجل مؤمن امتثلت قول الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لكن رجعت وأنت متضايق. لا يكمل لك الإيمان إلا كما قال تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا
مما قضيت ويسلم وتسليم. الله أقسم بنفسه، وليعقل هذا القضاة والدعاة والملوك والرؤساء والوزراء والعلماء وكل من له سبيل في القضاء بين الناس، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو ديننا، تحكيم رسول الله في الصغير والكبير عليه الصلاة والسلام. نزلت الآية فيما يحسب الزبير بن العوام رضي الله عنه في الزبير ورجل من الأنصار. اختصم الزبير ورجل من الأنصار في شراج الحرة مسيل مجرى السيل، فالسيل سيمر على أرض الزبير أولا، بعدها في طريقه إلى أرض الأنصاري. فاختلف في شراج الحرة، فتحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى الأنصاري، يعني خذ حاجة أرضك ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. وأشار لهما بأمر لهما فيه سعة كصلح ليس حكما، خذ يا زبير بعض الماء وارسل الماء للأنصاري. فالأنصاري غاضب من هذا وقال للرسول: أو إن كان ابن عمتك، يعني أنت حكمت له لكونه ابن عمتك، عمتك صفية بنت عبد المطلب الزبير ابنها، أو إن كان ابن عمتك. فغضب الرسول وقال: اسق يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر، واستوفى للزبير حقه كاملا. مدام لم يرضى بالصلح الحكم، اسق حتى يرتد الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. قال الزبير: فأحسب أن هذه الآية نزلت في وفي الأنصاري، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيا إخوة، تعلمون ما نحن فيه من حيود وبعد عن كتاب الله وسنة رسول الله في التحاكمات، تحاكمات إلى قوانين وضعية وإلى دساتير، فهي علامة نفاق والعياذ بالله، نفاق بالذين يتحاكمون إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى ويتركون الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى قوانين ودساتير زبالة الأفكار. البشر أفكارهم نسبة إلى كتاب الله وسنة رسول الله زبالة، ويتركون الكتاب المنزل الذي وصى الله به. وقد قال تعالى للأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام عند إخراجهما من الجنة إهباطهما إلى الأرض: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فنعوذ بالله من المعيشة الضنكا، ونسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نسأل الله سبحانه أن يعصمنا وإياكم من الزلل. ويا رب أنت تعلم أننا ننكر ونبرأ إليك من هذه القوانين الوضعية التي تخالف كتابك وتخالف سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وكذا هذه الدساتير التي يتحاكم إليها مخالفة لكتابك وسنة رسولك. أشهدك يا ربنا على براءتنا منها، ولا تحملنا يا رب ما لا طاقة لنا به، ولو كان الأمر بأيدينا والله ما هدنا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله ولا عن التحاكم إليهما طرفة عين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسألك يا رب المغفرة وأن تغفر لنا ضعفنا. ثم إن الله قال: ولو أنا كتبنا عليهم، هؤلاء اليهود الذين اليهود وأهل النفاق الذين
يتحاكمون إلى الطواغيت وغيرهم، أو اليهود الذين قالوا مفتخرين على المسلمين في زمان الرسول: نحن أولى منكم بالله، لأن الله كتب علينا القتل أن نقتل أنفسنا فقتلناها. يعني يقولون أجدادنا أمروا أن يقتلوا أنفسهم لما عبدوا العجل، قال الله: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فيفتخرون على المسلمين بذلك، كما روي في الأثر عن ابن عباس أن يهوديا جاء وقال: يا ابن عباس، قومك يقولون وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أعجب من جهل قومك يا ابن عباس، ما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكن قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن عباس: وما أشد جهل قومك لما فرق الله لهم البحر وأنجاهم وأغرق عدوهم أمام أعينهم وجاوزوه، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لا أعني هذا، أقصد أن اليهود كانوا يفتخرون ويتعززون بأن أجدادهم قتلوا أنفسهم، فلما قال تعالى: توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فخرج الرجل يحمل السيف، يجد أباه يقتله، يجد أمه يقتلها، يجد أخاه يقتله، حتى صارت فيه مذبحة عظيمة إلى أن رفع الله العذاب عنهم. فيفتخرون بالأجداد، ولكن كما قال القائل: إذا افتخرت بآباء لهم نسب، أي لهم شرف، قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. لو أننا كتبنا على هؤلاء اليهود اقتلوا الموجودين في زمن الرسول: اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم، ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم بدلا من هذه الأماني الباطلة فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فيه أن الشخص لا يتمنى الأماني الباطلة التي لن يفي بها إذا كلف بها. يعني في قوم يتمنون أمانية وإذا كلفوا ما أطاقوا ذلك ولا عملوا به. لكن الأولى لك أن تعمل بما علمت، يورثك الله ما لم تكن تعلم. فلا تتمنى أماني باطلة فإنها تضل أهلها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن الشخص لا ينبغي له أن يتمنى أشياء قد يعجز عن القيام بها إذا كلف بها، ولكن إذا كلف من غير مسألة يسأل الله العون. دلت على هذا أدلة من هذه الآية، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ما يذكرون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ودل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، إذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أنت قد تتمنى لقاء العدو، فإذا دخلت المعركة ورأيت السيوف تلمع في الشمس والرقاب تقطع والرؤوس تهشم والأنف تجدع والدماء تسيل وهكذا، قد تفر. فإذا فررت فقد قال الله تعالى: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفريق من صحابة رسول الله، ويذكر منهم عبد الرحمن بن عوف، قالوا: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة، لما قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ أنتم طلبتم، لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ومن هذا الباب كذلك قول الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فناصحهم: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. فهكذا الامنيات تختلف عن الاعمال، كلام كثير لكن العمل قليل. يا عبد الرحمن بن سامرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة عنت عليها. فالشخص لا يطلب مزيدا من التكاليف فإنه قد يعجز. يقولون مثلا إن الرجل البناء الذي يبني الجدران إذا طلب منه أن يبني جدارا ارتفاعه 6 أمتار، فإذا بناه في يوم واحد ارتفع بالجدار 6 أمتار سقط في يوم الثاني، لكن يبني مترا ويتركه ييبس ويقوى ويتحمل، وبعدها يبني مترا آخر، وبعدها يعمل دعامة هنا ودعامة هنا حتى يرتفع البنيان. أما يصعد مرة واحدة ب6 أمتار سيسقط. كذلك في الطاعة التي تكلف به افعله، وربنا رحيم بنا وعليم بنا، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم من الأمنيات وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وفي كلام لبعض العلماء
من عمل بما علم وأورثه الله علم ما لم يكن يعلم. وأحسن منه قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فدعكم من الأماني الكاذبة ودعكم من افعل الذي كلفت به، وبعد سيوفقك ربك إلى ما هو أفضل من ذلك. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المعية هذه تقتضي التساوي في الدرجة؟ بالطبع لا تقتضيها، لأن منزلة أولي العزم من الرسل أعلى من غيرهم. والنبي قال: إن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو في منزلة واحدة. إذن كيف توجه المعية؟ نحن الآن مع بعضنا، بعد أن ينفض المجلس هذا يذهب إلى بيته في صور من النعيم، وهذا إلى بيته في صور أخر، وهذا يذهب إلى بيته في صور أخر. ولا تتساوى البيوت، لكن المعية جمعتنا، المعية جمعتنا، لكن ليس المعنى أننا في درجة واحدة. قال تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من العلماء من جعل هذه مفسرة لقول الله تعالى في سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم عليهم منهم هؤلاء. قال تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. تلا النبي هذه الآية في مرض موته. عائشة رضي الله عنها تصف حال الرسول في مرض الموت فتقول: فشخص ببصره إلى السماء فقال: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قلت: إذن رسول الله لن يختارنا، لأنه كان يخبرنا إذ كان صحيحا أنه ما مات نبي أو لم يقبض نبي إلا خير بعد أن يرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة ويخير هل تختار الدنيا أو تختار ما عند الله. فعائشة شعرت أن النبي خير فقال: بل أختار مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعلمت أنه لن يختارنا عليه الصلاة والسلام، وقد كان. قال تعالى: وحسن أولئك رفيقا، أي رفقاء، كاسم جنس، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء والأطفال. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله عليم بالنوايا، قد يرفع بها أقواما، المرء مع من أحب، وعليم بالأعمال، وعليم بالأقوال، وعليم بما في الصدور، عليم بكل شيء، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. نعم النصر من عند الله، لكن أمرنا بأن نأخذ حذرنا، ولا ينافي هذا التوكل على الله. نعلم أن الشافي هو الله، ولكن تداووا عباد الله. نعلم أن النصر من عند الله، ولكن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فلا نفرط في أخذ الحذر أيضا، وأخذ الحذر من الدين،
لا يعني التوكل على الله اننا نترك الاخذ بالاسباب. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، اي جماعات، فرق فرق، او انفروا جميعا كلكم، جميعا يعني كلكم، نفير عام، ثبات فرق وسرايا، فانفروا ثبات او انفروا جميعا. متى ننفر ثبات ومتى ننفر جميعا؟ على حسب ما تقتضيه المقامات، وعلى حسب ما يوجه به ولي الأمر المسلم في هذا الصدد، إذ هو أخبر والحل والعقد. وإن منكم لمن لا يبطئن، في ناس في وسطكم انتبهوا، منكم لمن لا يبطئن، تأتي تخرج غزو قل يا أخي اسكت، غيرك يقوم بالمهمة. ففي ناس في الوسط المسلم معوقون، جبناء يعوقون عن فعل الخير. وقد قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا. قال تعالى في موطن آخر: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فانتبهوا، الصف المسلم ما أكره المسلم مصلي صائم، لكن مليء بكراهية الإسلام ومليء بالحقد ومليء بكراهية الطيبين ويصبط. إذا خرج معك لن ينفعك بل سيضرك. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يقلق واضطراب وإثارة فتن وقلاقل في الوسط المسلم. فابتعاد هؤلاء أولى من وجودهم في الصف المسلم. وهذا كلام الله سبحانه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وإن منكم لمن لا يبطئن. فإن أصابتكم مصيبة، إن قدر الله عليكم قتل أو جراح، قال قد أنعم الله علي، الحمد لله أن أنا ما رحتش معهم، كان زماني مقتول، وكان شأني أن أنا جرحت. إن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، حذرتكم وقلت ما تروحهم، ذهبتم وقتلتم. يقول للشهداء هكذا والمجروحين في سبيل الله. ولن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم. ما الفوز العظيم الذي عند الدنيا شارك في الغنيمة، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا، وصلوات الله وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.